اختكم باش خارجه شعليكم ورا لي شاده الطريق باش تكونوا غير هاد الجاكيطه بنت الحرام كتبقى تطلع لي ناري وكتخرجي دع في رداعش لا شوفي شوفي كتطلع شوفي باش كديري جمال الناس من اشقي عندك الواليده راه حنا مضوبرين وانت مجراني الكاميو الكاميو طلع الكاميو ايوا وراه حنا غاديين دابا للواد امريل انا تشهيت الصراحه والله وحمي جاني على هاد الشيء هاد الشيء واو الهواء اشوايه الهواء هاد الشيء شتا في الطريق تبارك الله ما شاء الله جيت الدجاج مشوي ماشي غير الدجاج بقى هاد اليومين ماما قلنا كنقول لحميد ماشي هي الطاجين ديال الخضره ولكن ما كنتش مصاوبه انا الطاجين ديال الخضره ولي ما تكونيش مصاوبه انت ما تكونوش مصاوبينه في الدار ناكلو في الزنقه سبحان الله ومش هي هذاك ديال الريش تشدو طريق الريش ايوا دابا راه حنا غاديين حميد خدام حميد خدام في ودامليل ايوا دابا قال لي واجي عندي حتى لبست البيجامه ودرت فوق هاد المونطو هذا جاكيطه طويله وكتبان لي جيت غير الزربيه مشيت نجيب غير الزربيه هو يقول لي حبيبي اخيرا انا بنات راني شريت الزربيه ايوا هو يقول لي ممكن المهم ممكن هو يقول لي حميد حميد قال لي لا صافي غير اجي اجي راك تجهيتي اجي راني كنساينك مسكين ايوا دابا راني غاديه ان شاء الله يا ربي شوفوا تبارك الله شحال الشتا شوف شوف الشتا شوف سيما مريح هو حامد حامد مسكين مخلوع مخلوع لا ديري الطباخ لو ما قدرش الصيدة اه ماما اه حامد احنا في الخرجه درت رد ودا منين هاني لاني عاد غادي نخلص رد رد لا درت لا درت يلا احنا في محطة الاداء مازال بعيدة كتب عليك والله لا هي قرب انتم كنكذب هاد الواليده والواليده ديما رداني كنكذب ما فهمتش انا انا عرفتوا علاش كنسخط مع ماما اكثر حاجه كتعصبني في ماما ديما رداني كنقول لها ماما الحاجه كتقول لي لا ماشي ديك الحاجه دابا انا هي دابا انت دابا كنكذب عليك انت كنكذب عليك لا كنت كنقول لهم قبيله وحنا كنقولوا له حنا في روتو روتو حنا باقيين في تازه المهم حنا وصلنا البنات خليكم معايا ناري ماما عالم عالم فريد والله الا عالم فريد ديال عاينو هادشي شنو قالت له جبت 10 درهم حيت من تازال فات غير 160 كنخلصو ديال لوتوغوت يوم ني جبت نخلص هي تقول له لا 10 درهم سمعني لا قلت له شنو باغية علاش نديرو معاك كولابوغاسيون قالت لي شنو بغيتي نديرو معاك بليسي سيتي بليسي سيتي ما نخلصوش في لوتوغوت ما نخلصوش في لوتوغوت تخيلوا ناري هاد الوالدة عالم عالم فريد وين دابا حنا وصلنا البنات قد راسي اختي مازال جبت معايا العكار لا حاجه كنبقى مصفرة لا انا نخرج نجيب شي بلامه لا الوالده لا صراحه كنطلع السرج وكاين شي حاجه شحال هذه حتى لا شحال هذه في العربيه كنا نعكروا بلامه وي ما تشوف انا نجيب ولا يلا عيطنا انا ماشي راك الدجاج عيطنا داك الكاغت السكر كان شحال هذه عرفتي المخيره كتعكر بكاغت السكر في الباديه كاغت السكر كان السر اه كان عند واحد النمره حمراء كان كيحيد هذيك النمره الحمراء ويديروا لها ها يحسوا الله وكان يخرج المراه تخرج ندير هذا الشيء هذا السر اصلا شحال هادي كانوا الناس فيهم السر والملحه دابا حنايا منين ولينا نديروا المكياج وهاد التخربيق ما بقات لا سر لا ملحه ولينا الله ينعني يا اللي كتكون مولفه راسها بالمكياج حياتها كامله مشيت عند الدار دقيت عليها على غفله وحلت لك تنخلع وبصح تدخل كانت ميته وعاشت وانا ماما واخا ما كنديرش انا اصلا ما كنديرش ماكياج ما كنديرش بزاف وتا انت شي مره من هذه ولفي عليك شي سيمانه من عاش في الكابي عاش كلخه ماشي صفا لا لا غير ملي كنكون مريضه حسبت خير وحده اخرين يلا تهلاو لي براسكم تنوصلوا تشوفوا البلي بلا الغياتيه وهذا وهذا واتاي غياتية وهذه البرنوسية هذه غياتية وهذه لا سالاد التليفون برنوسية شو شو هذه شنو كدير ايرينا ما بغيتش نعلي لها حقاش تبان لام الوالدة الكريمة البنات والله الا هكا الطاجين تشهيتو عين عين نفتح لكم الكاميرا ها انتم هكا والرويحة اللي تشهيتها شكرا لبنيتها بزاف شكرا الله يحفظك هكا جابوا لنا في الشيطان الينا مهم Try.
set you straight this crazy life, but it just wasn't the right fight. You were right. I feel you are from far away. You just tell me what. أنتم البنات هذا هو الدجاج اللي كنحبو أنا. هذا تعرف هذا الدجاج؟ مشيو من هنا ماما من هنا سيدات عفتو كنتو في البارح شنو وقع لنا شوفوا بعدا الخلفه تبارك الله ما شاء الله الخلفه راه غاده كتكبر البنات اللي باغيين يتشارك معهم الوصفه يقولوها لي في الكومونتير ديال الشعر انا غنحاول نتهلا في وجهي هذا العام ونتهلا في شعري ونتهلا في كل شيء قبل ما يجي الصيف ان شاء الله باذن الله الى بقينا بالحياه المهم الصالون راه غادي في طور الانجاز ان شاء الله اليوم غادي نسالي معكم يعني فيديو ديال غدا غتشوفوه باذن الله يا ربي لا شتي شنو كنقول لك عرفتو كنقول لالينا ما تقيسيش في الطلامط كتمشي توسخي ديال وتسقي في الطلامط يعني كديري العكس ديال هضرتي لا حشومه كنوسخوش حنا الطلامط يا ويلي وهذا اللون دغيا كيتوسخ البارحه البنات كيف ما شفتو تشهيد داك الاخر ديال وادي مليل يعني بحال اللي بعيده علينا بشي 20 كيلومتر من تازه كي قلت لكم بعيده على تازه بشي 20 كيلومتر ولا 21 ولكن ملي كتدخلي لوتوغوت زعما دغيا كتوصلي لها انا مشيت على لوتوغوت ما بغيتش نوريكم الصالون بغيت نوريكم مراحل ندير هكا اختي فشنو غيوقع لي البنات تشهيت وصافي عرفتو غادي يخرج فيا غادي يخرج فيا صافي راكم عارفين الوهم وانا خفت نمشي نحك حيت ديجا حكيت لبنتي هنايا الحليب خفت نمشي نحك شي حاجه قلت ماشي مشكل عيطت لحميد قال لي حميد اجي قلت له شنو تشهيت قال لي وانا حيت هو كان ديجا فوا دام لي الخدام قال لي وانا محدي مازال يعني مازال خدام عيني شويه منين عينت شويه صافي بدا كيظلم الحال على ما سالا هو الخدمه مشيت عنده قال لي يلاه صافي اجي دزت بعدا عند واحد السيده مسكينه مولات الزرابي وداك الشيء خدينا ليها زربيه طابي هكا ديال الارض زوينه واحد طابي بنه وفاتحه انا كنحاول انني نفتح اللون كل ما فتحتي اللون ما غاديش يبان لك الصالون صغير هو اصلا يعني طويل وضيق ولا فتحته غيزيد يضيق لا سيري لهي راه هذيك الا غلقت اللون غادي يزيد يضيق فهمتوا غيبان صغير فداكشي علاش انا حاولت نلعب بالالوان الفاتحه اويلي كما البنات حاولت انني نلعب بالالوان الفاتحه والالوان اللي زعما غادي تكبر لي الصالون حيت الصالون طويل طول طويل ولا غلقت الالوان غيبان ضيق بزاف المهم تشوفوا معايا في الفيديو ان شاء الله غادي نقول لكم شنو وقع لنا الكارثه اللي واقع لنا الحمد لله ماشي كارثه الحمد لله عليها اول حاجه عندي لاكليم ضايعه ديال الطوموبيل يعني ما غيصلحليش الضبابه اللي غتكون في الطوموبيل ديال الباربريز ما غاديش يصلح لي نحيدها الفار حتى هو عندي ضايع ملي جينا جايين في الطريق كلشي ضرب في الفار دو كلشي ضرب فيا الفار وانا عندي الفار ضايع عرفتو جهاريت ديال بصح وقفت صافي انا كنقول يا ربي وصلنا على خير شتا 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 بزاف تبارك الله ما شاء الله شتا بزاف كطيح وحنايا جايين في الطريق والفار ما عنديش ولاكليم ضايعه يعني باش غادي نطلق لا بابور هكا باش تحيد داك الضبابه اللي كاينه في المرايه في الباربريز باش نشوف الطريق راكم عارفين الطوموبيل فيها انا ماما حميد وخويا بنتي فهمتوا يعني ضروري نفسو داك الشيء وميمكنش نهبطو السراجم حيت كطيح علينا الشتا فاضطريت انني نهبط السرجم ديالي باش الضبابه ما تبقاش واخا بدات كتدخل عليا الشتا كتدخل حيت تبارك الله واحد الشتا راه ما نعاودلكمش بدات كتدخل في زكت كل اللي من هنايا وليت فازقه دابا راني حاسه براسي غيضربني البرد لا 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 فقلت لكم اضطريت انني يعني نهبط الزاج تخيلوا البنات كنوصلوا لربي سترنا وصافي وحق الله كنوصلوا للخرجه ديال لوتوغوت صافي خارجين وصلنا الحمد لله كنوصل لحدا واحد ستوب انا ما رداش البال مع جهرت في عينيا جهروني بقوه داك الفار اللي كيكونوا طارقين واخا كان يعني كندير لهم كود فار يعني غير بالضو زعما طفيو الفار والو حتى واحد ما فيه الرحمه انا ما عنديش الفار باش نضرب فيهم الفار باش هما يهبطوا الفار ما عنديش عندي الضو عادي صافي واخا كندير كود فار يعني بالضو غير بالضو ما كيهبطوش تجهرت بداك الضو والضبابه وداك الشيء وصلت لحدا قف كنصدق دايزه شويه هابطه على قف عرفت واحد السيد مول الطاكسي على شويه كان طيرنا على شويه جاب الله مسكين وقف
كلاكسونه تي 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 وقف. انا راني مجهره، انا كيجيب لي الله راني واقفه في السطوب مع الليل والظلام ما كاينش الضو، وعباد الله كانوا كيضربوا فيا الفار وداك الشيء، عينيا تجهروا صافي عرفتوا. المهم الين راه ما يمكنش، قلت لكم صافي يعني عينيا تجهروا داك الشيء صافي ما بقيتش قدرت نزيد، غير ربي يسترنا وحق الله العظيم غير ربي يسترنا. ويمكن الا كنديروا شي حوايج زوينين مع الله سبحانه وتعالى ماشي مع العبد، كيقول لك وهبها لله وعطيها الكفر بالله، فهمتوا؟ ولي انا الوحيم صافي بان عليا عميناتي مشيت فيها كاتاستروف يعني. لا 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 شتي 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 شتو بغيتي نونو دابا؟ نونو بغيتي نونو بنتي؟ نونو ايوا صافي انا عطيتك الحنان، يلا دابا تخليني نكمل التصوير. ها تخليني يا عاد كنتي تدراني برجليها الله يرضي عليك عليك العمر، انتي الحنان ديال ايوا اللي كنا نطيحو، انتي الحنينه ديالي ياكي. المهم كيف ما قلت لكم غير ربي يسرنا الحمد لله. الحاجه الغلط اللي درت هو انه عينيا انا جهار وصافي جهار عينيا مع الضبابه ديال الطوموبيل مع الفار يعني اللي دايس دار في الفار حيت الليل وضاربين الفار. وانا الحاجه اللي ما عجبتنيش هو انا كندير لهم كود فار وما كيطيحوش، ماشي مشكل يعني ما فهمتش هذا واش زعما زكاره واش زعما ضد، حيت صراحه السوغان راه ما خاصش يكون فيه داك الاحتكاك، ولا انت يا صايقه هذيك انا صايقه مثلا انت صايقه دو سوسيس اش دي ديالي والاخرى صايقه مثلا كات كات ولا صايقه اودي، ولو انا غنغير وغادي نقول ايوا شوفي هي غنبقى ضاربه فيها الفار، انا ما غاديش نطيح منها الفار خليها هي كتزيد دير لي الكود فار وانا كنزيد نضرب فيها. لا ما خصش يكون بيناتنا داك الاحتكاك، كيف اللي صايق كاملين صايقين حديد، اللي صايق 206 اللي صايقه مسكينه غير 205 اللي صايقه غير الار 4 اللي صايق الرانج اللي صايق الاودي اللي صايقه بحال بحال. عندنا بروميير دوزيام تروازيام سايقين الطريق الشتا كطيح كاملين علينا كلشي بحال بحال، فما خصش يكون داك الاحتكاكات. الحمد لله خرجت لنا سالمه غانمه والله العظيم البنات، لانه الطريق ملي كتركبي هكا في طوموبيلتك وكتبغي تمشي كوني متاكده كوني متاكده انه يعني الافات تقدري ترجعي تقدري ما ترجعيش. ايوا الحمد لله دازت بخير وعلى خير. تداك مول الطاكسي مسكين وقف فرينا عرفتو فرينا، حيت انا دابا ما حاسش براسي انني راني واقفه في وسط الطريق، دابا بحال القف هنايا وكاين داك الطريق غاديه ديريكت، وباش انا غادي ندور هكا ونخرج بحالاتي عرفتو. الطاكسي جاي هكا وانا واقفه له في الطريق والظلام وانا غض وما عنديش الفار اللي غادي نبين انه راه كاين، يعني ربي دار المسلك وصافي حتى ضرب فيا هو الفار عاد لقاني انني راني واقفه. الحمد لله الحمد لله سلكات بخير وعلى خير. عفشو حميد داك يغوت ماما بدات كتغوت راه ما نعاودلكمش. ايوا صافي دابا غادي ندوز نغسل المعناتي غادي ندوز نخمل هاد الكوزينه بعدا باش غادي نخرج نجيب الطابي ديالي، حيت راني ديتها تخيط ما بغيتش نخليها بحال الطابي الاخرى لحقاش الاخرى عرفتو بدات كتخرج لي الخيوط اللي كنت خديت في السبوع ديال الينا في الزياده ديال الينا البيت الناس. دابا غادي نمشي ندي هادي ديالي حتى هي غادي تخيط ونجيب الاخرى ان شاء الله. يلا تهلاو لي فراسكم غادي نمشي عند بنتي، نتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله والله يسهل عليكم. باي باي.